السلام عليكم زوينه ديالي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم، صحيحه لاباس، هانين اموركم مزيان، شعودوش اخباركم، كلشي بخير، صحيحه لاباس الحمد لله. المهم البنات، اليوم غادي ندير لكم تبريمه زوينه بزاف 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 بزاف. هاد التبريمه هادي كانوا كيديروها جدود جدودنا، يعني قديمه بزاف، وهادي ملي كنت صغيره كانت كديرها ليا ماما، يعني على حسب كما كتعرفوا الدراري الصغار. هادي البنات ديروا حتى للدراري الاولاد، وديروا حتى البنات، يعني كلشي يديرهم الدراري الصغار والدريات. هاد التبريمه هذه البنات كتوحد اللون، يعني كما كنعرفوا حنا الدراري الصغار كنا، يعني ملي كنا صغار الواحد كيمشي يخرج كيتوسخ كيولي اللون يعني ماشي هو هذاك، ما كيكونش موحد. وهاد التبريمه هذه كانوا كيديروها لينا، راه زوينه بزاف. المهم كما كتشوفوا انا دابا راه كاينه عند ماما، وبغيت نمشي للحمام. اللي عارفيني بانني كنمشي للحمام كنجي عند ماما ضروري البنات، هادي راه ما حيداش ليا الطبيب. المهم هنايا كما كتشوفوا عندي الصابون البلدي، وعندي الحنه، وعندي حامضه، وعندي هنايا النيله الزرقاء، وهذا البنات الداد. هذا كما كتشوفوا البنات، هذا راه الداد. اللي ما عارفش البنات الداد، دابا نحط لكم تصويره الا لقيت شي تصويره. هذا البنات عند ماما، كنت قلت ليها تخلي لي شي طريف منه باش نوريه لكم. ساعتي نسات ودقات كلشي، اللي بغى يدقو يدقو، اللي ما بغاش يدقو كيخليها هكا كعواد، وكيديروا في الماء طيب، كيستعمل غير الماء ديالو. انا هنايا البنات غادي نستعمل هو النيت، وغادي نكب عليه الماء سخون وغادي نخلطو. انتما البنات شوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليه، فيديو غيكون قصير قصير قصير. المهم غنستعمل الحنه اللي غادي تكفاني انا والدريات بناتي والوالده. المهم تقريبا بحال هكا. غادي نستعمل معايا القضيه الداد البنات، الداد راه كيصفي البشره، راه زوين بزاف. غنستعمل معايا القه كبيره ديال الداد، وغادي نستعمل معايا القه ديال النيله. اللي ما عندهاش النيله ما تستعملهاش. كنتمنى البنات هذا ما يكونش يخطاكم من الدار، يعني هاد الداد هذا راه زوين بزاف بزاف بزاف. سولي عليه ماما كي ما كنتيش كتعرفي، سولي عليه الوالده ديالك، ولا سولي عليه دوزتك، ولا اي واحد يكون كبير في العمر، قولي ليه الداد اشنو كيدير للبشره. راه كيصفي كيوحد اللون بزاف، غير الجسم البنات ماشي الوجه. هانتوما درت الحنه اللي تكفيني، ودرت معايا القه ديال الداد، ومعايا القه ديال النيله، النيله الزرق. غادي نخلط، المهم بحال هكا كتكون، نتمنى يبان ليكم. صافي دابا بقى لي غير الحامض والصابون البلدي. المهم الحامض، المهم البنات ضروري تستعملوا الحامض في الحمام، راه حتى هو كيبيض. وإلا كان فيكم الحبوب في الظهر ديالكم ولا في الجسم ولا اي بلاصه عندكم راه كيكرمه. المهم نستعمل حامضه اولا نص على حسب شحال درتي. حيد هاد العظيمات. المهم البنات كتشوفوا يدي حمراء من هنا، درت ديك الوصفه ديال القدام، حمراء كتحمر القدام، راه زوينه بزاف. دابا نحطها لكم في الرابط باش فالرابط تاعنا البنات في اول تعليق نحطها لكم باش تشوفوها. هنا البنات غادي نستعمل الصابون البلدي، حتى هو غادي تقريبا ندير واحد المعلقه. وضروري ضروري البنات الماء سخون، يكون سخون يعني فور. هانتوما شفتوا البنات، وغادي نخلط باش داك الداد يطلق ليا مزيان في الحنه. نخلط، هادي البنات هاد التبريمه هادي ديريها غير كل يعني تحميمه تمشي للحمام كديريها، كترشي الوسخ. والله البنات كديروها وغادي كيبقى يخرج لك الوسخ بلا قانون، يعني كيبقى يخرج داكشي الجلد الميت.
يعني القديم كيخرج. صافي البنات، كما قلت لكم البنات، الداد الا ما بغيتيش تستعمليه بحال هكا، كتشدي واحد الكاسرونه ديري فيها داك الداد، يعني نديرو حنايا هذه هي الكاسرونه كندير فيها الداد، كتكبي فيها الماء وكتخليها تغلي ما بارد، وتتحطيها فوق البوطه تتبقى تغلي 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 تغلي، داك الداد كيطلق الماء ديالو، يعني هذاك الشيء ديالو ملي هو باش كتخلطي الحنه. الا ما بغيتيش تستعمليها الطريقه هذه، هو الماء ديال الداد هو باش كتخلطي الحنه، وما كديريهاش يعني قبل، كديريها في الحمام الداخل كتدخلي كتسخني مزيان مزيان مزيان، وكتستعملي هاد الحنه هذه على الجسم ديالك مزيان، كتخليها البنات ماشي تديري عومه الجرانه، يعني كتدخلي وتخرجي، يعني كديرها تخلي واحد ربع ساعه وهي في لحمك حتى كترشي لك الوسخ، ومن بعد كتبداي تحكي كيخرج لك الوسخ النيس، هو النيس مزيان وصافي. العومه الثانيه الا ما بغيتيش ديريها كيعقب يدوبل لك داك الوسخ اللي كان اللي فك. المهم ها نتوما البنات، شو كتجي كتجي بحال هكا، هي مجاريه ما خاطره، والصابون البلدي راه داب حتى هو. صافي البنات ندير لكم شويه، المهم هي بارده شويه، استعمليها بحال هكا. عرفتي البنات راها زوينه بزاف هاد الحنه، كتعجبني انا شي حاجه سميتها الحنه، شي حاجه بلديه كتعجبني. المهم هانتوما، المهم انا مثلا درتها باقا مشيت الحمام. عرفتي البنات والله البنات زوينه بزاف. صافي هادشي اللي كاين، الحامضه البنات كيبيض كما قلت لكم، وديو معكم حامضه في الحمام ديوها معكم، ملي كتكملي كتكملي الحكان وداكشي كتشدي الحامضه وكتحكيها على لحمك كامل، ولا البلايص اللي فيه بحال الركابي المرافق الرجلين، البلاصه اللي فيها الحبوب اللي في ظهرك كيكرم، واخا غادي يحرقك، واخا غادي يحرقك غادي غتصبري، يعني غادي يحرقك غيكرم. كل عومه دي معك الحامض، كل عومه دي معك الحامض، وتشوفي اللي عندها الحبوب، اللي عندها الاطراس ديال الحبوب في الظهر، كاينين البنات معقدين هذاك الحبوب اللي كيكون في الظهر كيتعقدوا منه بزاف. صافي هادشي اللي كاين وصافي وصافي البنات، يلا كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ليا لي لايك ديالكم والتعاليق الزوينه البنات اللي كتخليو ليا، ولا كنتي اول مره غتشوفي القناه شاركي في القناه وتقطعي على الجرس باش يوصلك اي جديد اللي غادي ندير. قبلوا على اختكم راه طبيعيه، راه ما كديرش داكشي ديال البروتوكول داكشي ديال الزواج، راه ما عنديش معاه. المهم يلا بسلامه عليكم البنات.